السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال جه على صراحة بيقول عندي سؤال في الريفت اللي زي يقول ذو مواصفات خاصة في إحدى الملفات وأحتاجه في ملف آخر، فما هي الطريقة الصحيحة لنسخه أو نقله لذلك الملف؟ طيب خلينا نفتح الريفت ده، ملف هوت فاضي خالص، الحوات اللي فيه هي وول 1 بس، تمام. وفي ملف آخر فيه وول، خلينا ندخل في فلور بلان، في انواع كتيره من الحوائط بالشكل دوت. ففي طريقه ان انا اعمل سيلكت الحائط، خلينا مثلا نقول له كلي الجروب فيو دوت، تمام. وعشان تعمل سيلكت بسهوله غير ده الاركتشر، تعمل سيلكت على الحائط دوت بيزك وول ام دبليو 11.5، اقدر اقول له كوبي، تمام. دي مش الطريقة اللي أنا مسح بيها، بس هنشوف في الطريقتين. أقدر أجي هنا وأقول له بيست من موديفاي، أقول له بيست فروم كليب بورد، تمام. ممكن تحطها في أي مكان وبعد كده تلغيها، بس بقت موجودة عندك هنا في الأرتكشر لما تقول له أنا عايز أرسم وول بقى عندي اتنين وول. دي طريقة، بس مش هي الطريقة اللي أنا مسح بيها. الطريقة اللي بنصح بيها، لأن الطريقة ديت هتضطر إن أنت تنسخ حوط حوط. الطريقة اللي أنا بنصح بيها إن أنا أروح للملف الجديد اللي هو الفاضي اللي مفهوش وول خالص، وأقول له مانج، وأقول له أنا عايز أعمل ترانسفير بروجكت ستاندرد، تمام. هيجيب لي لازم يكون فاتح الملف الآخر اللي أنا عايز أنقل منه، أقول له سيك نون وأنا عايز الوول، طيب تمام. تقدر تنقل كل الحاجة من المشروع التاني، بس عشان الوقت بتاع الفيديو اقول له اوكي. بيقول لي في حائط موجوده قبل كده، اقول له اوفر رايت. دلوقتي لما تيجي تقول له هرسم وول هيجيب لي كل الحوائط اللي موجوده هناك. دي اسهل طريقه تقدر تنقل بيها الحوائط بكل الخصائص بتاعتها. يكون عندك حائط موجود وتبدا عندك ملف فيه كل الحوائط، وتبدا تعمل من مانج تعمل ترانسفير بروجكت ستاندرد. تقدر تنقل الحاجات بتاعت التكييف والصحي والكهرباء والميكانيكا و الى اخره، كل حاجه عايز تنقلها ملف الاخر. ملف الاخر يعتبر زي تمبليت ليك.